تستخدم الهند الأسلحة الكيماوية لقتل الكشميريين على نطاق واسع. 8 people have been killed after chemical gas leaked from a factory in India. اختفى عدد كبير من الكشميريين من منازلهم وأجريت عليهم تجارب مختلفة داخل غرف الغاز في السجون السرية للجيش الهندي. في السنوات الأخيرة بدأ الجيش الهندي باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكشميريين تحت ستار الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. Now the question is that does use of pellet guns, blinding of children, blinding of women, is it a justifiable self-defense by the armed forces against stone pelt? لكن من المدهش أن الجيش الهندي بدأ في استخدامه ضد الأطفال الكشميريين في كشمير. السلام عليكم. معكم حذيفة فريد من وايت نيوز. أهلا بكم. تستخدم الهند الأسلحة الكيماوية لقتل الكشميريين على نطاق واسع. وللعلم فقد تم حظر تصنيع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الهند لا تعير هذه القيود أي أهمية وتضرب بها عرض الحائط. بدأت منظمة البحث والتطوير الدفاعية في الهند تصنيع الأسلحة الكيميائية في عام 1958، وفي يونيو من عام 1997 أعلنت الهند حيازتها لحوالي 145 طناً من الأسلحة الكيماوية، وذلك لزيادة الضغط على باكستان. بعد ذلك واستجابة لضغوط المجتمع الدولي أعلنت الهند بحلول عام 2009 بأنها دمرت أسلحتها الكيماوية، في حين أن الواقع كان غير ذلك. حتى اليوم هناك تقارير عن تسرب الغاز المستخدم في الأسلحة الكيميائية من مختلف المصانع في الهند. 8 people have been killed after chemical gas leaked from a factory in India. السؤال هو إذا كانت الهند بالفعل قد دمرت أسلحتها الكيماوية في عام 2009، فلماذا يقوم الجيش الهندي بإخلاء القرى المجاورة في حالة حدوث تسرب للغاز في أحد المصانع وعلى الفور؟ A gas leakage was reported at the LG Polymers plant in Andhra Pradesh's Vizag. Police, fire tenders, ambulances have reached the spot as many people complained of breathlessness and eyes are burning. والسؤال الآخر، ما هو دور الجيش الهندي في التعامل مع مصانع الغاز الكيماوي؟ كانت منظمة البحث والتطوير الدفاعية الهندية تختبر باستمرار أسلحتها الكيميائية في كشمير. اختفى عدد كبير من الكشميريين من منازلهم وأجريت عليهم تجارب مختلفة داخل غرف الغاز في السجون السرية للجيش الهندي. ووفقا لتقرير كشمير أوبزيرفر، أنشأت منظمة البحث والتطوير الدفاعية بمساعدة الجيش الهندي 471 غرفة تعذيب كيميائية في كشمير. विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट में गैस रिसाव हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 1000 से ज्यादा लोग बीमार बताए जा रहे हैं। 3 किलोमीटर तक गैस का असर देखा जा रहा है। في السنوات الأخيرة بدأ الجيش الهندي باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الكشميريين تحت ستار الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي. استخدم الجيش الهندي أيضا الرصاص المطاطي ضد الكشميريين في العامين الماضيين، مما كان من شأنه أن يشل الجسم البشري بأكمله. We had no intentions to pelt stones, but the police attacked us and several boys were injured, including me. I was hit on the right side of my body by pellet. دعا المجتمع الدولي الهند مرارا وتكرارا إلى التوقف عن استخدام الرصاص المطاطي ضد الكشميريين، لكن من المدهش أن الجيش الهندي بدأ في استخدامه ضد الأطفال الكشميريين في كشمير. نتيجة لذلك تنتشر أمراض مختلفة بسرعة في كشمير المحتلة. Now the question is that does use of pellet guns, blinding of children, blinding of women, is it a justifiable self-defense by the armed forces against stone pelt? وفي الوقت نفسه فإن اتفاقية الأسلحة الكيميائية التابعة للمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية بحاجة إلى تأكيد موقفها، بدلا من ذلك تقديم تقرير التحقيق والتوصيات الصادرة عن تشريح جثث كشمير في مقابر جماعية في كشمير المحتلة حول عدد الكشميريين الذين سقطوا ضحايا للأسلحة الكيميائية الهندية حتى الآن.